أهلا بكم. بذريعة حدوث خرق أمني تشن جهات سياسية وقيادات ميليشياوية حملة تحريضية ضد أهالي قضاء الطارمية. ليست وليدة اليوم، بل يرى مراقبون أنها ممنهجة وتستهدف التغيير الديموغرافي في حزام بغداد. ولكن لماذا تتصاعد هذه الأيام حملات التحريض ضد أهالي الطارمية حتى بات الرعب يخيم على الأهالي؟ حيث دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى تجريف بساتين الطارمية بالكامل كحل نهائي لما سماه الإرهاب. نتساءل في هذه الحلقة، هل يراد استنساخ تجربة جرف الصخر في الطارمية ثانية؟ وما هي الدوافع وراء هذا التحريض ولمصلحة من؟ وما تداعياته على المجتمع العراقي والمشهد السياسي، حيث يعيش قضاء الطارمية من سنين عدة تضييقا أمنيا وأجواء عسكرية مستمرة واعتقالات عشوائية وتغييبا قسريا. سيكون معي في حلقة اليوم في الأستوديو الأستاذ حاتم الفلاحي، الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام. مرحبا بك أستاذ حاتم. حياك الله، أهلا وسهلا. وأيضا عبر سكايب الأستاذ عبد القادر النايل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا بك. وعبر سكايب أيضا الدكتور وليد بريسم، الباحث السياسي المستقل. مرحبا بك أستاذ وليد. حياك الله وحيا جميع ضيوفك ومستمعيك الكرام. إذن نبدأ مشاهدينا الكرام بهذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. ضمن مخططات التغيير الديموغرافي التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة في العراق، فإن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد يواجه حملة تحريض مستمرة من قبل الميليشيات المسلحة والجهات السياسية المرتبطة بها، والتي تعتبره معقلاً للإرهاب وتصفه بالغدة السرطانية. تعيش الطارمية منذ عدة سنوات تضييقاً أمنياً وأجواء عسكرية مستمرة، سجل فيها خلال الفترة السابقة انتهاكات كثيرة من عمليات دهم دون أوامر قضائية واعتقالات عشوائية، فضلاً عن تطويقها بالسيطرات الأمنية والميليشياوية المرتبطة بإيران بشكل تام. فيما يشهد قضاء الطارمية انتشاراً عسكرياً واسعاً بعد هجوم نفذه مسلحون قبل أيام ضد قوات الجيش الحالي في الطارمية، مما أجبر الأهالي على البقاء في منازلهم خوفاً من هجمات وعمليات انتقامية تنفذها الميليشيات. في الوقت ذاته تشن جهات سياسية وقيادات ميليشياوية حملة تحريضية ضد أهالي القضاء، مطالبة باستنساخ تجربة ناحية جرف الصخر في الطارمية، في إشارة إلى اجتياحها من قبل الميليشيات المسلحة وتهجير أهلها ومنعهم من العودة إليها. مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري أكد أن هناك محاولات مستمرة لإحداث تغيير ديموغرافي في الطارمية ومناطق حزام بغداد بصفة عامة بذريعة حدوث خرق أمني فيها. بالنسبة للطارمية هذه النغمة نسمعها في كل مرة يحدث فيها خلل أمني. طيب، إذا حدث خلل أمني في الطارمية تجرف بساتين الطارمية، حدث أمني في أبو غريب تجرف أراضي أبو غريب ويستولى عليها، حدث أمني جنوب بغداد أيضا تجرف أراضي اليوسفية والمحمودية ويهجر أهلها منه، وهكذا في شرق بغداد وغيره. هل هي هذه المعالجات؟ هل هي هذه دولة تحترم نفسها تعالج الأمور بهذه الطريقة أم أن هناك شيء ما؟ الشيء ما موجود هو التغيير الديموغرافي. أهالي قضاء الطارمية يعيشون في حالة من الرعب مع تصاعد حملات التحريض ضدهم، حيث دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر وتوت إلى تجريف بساتين الطارمية بالكامل، معتبرا ذلك حلا نهائيا لما سماه الإرهاب. هذه التصريحات وغيرها تكشف عن الدوافع الطائفية ضد سكان حزام بغداد تمهيدا لإجراء عمليات تغيير ديموغرافي شامل يخدم المصالح الإيرانية تحت ذرائع واهية. أبدأ معك أستاذ حاتم الفلاحي، ما الأهمية الاستراتيجية لقضاء الطارمية حتى تحيط به هذه الأجواء العسكرية وهذه التحريضات؟ نعم، بداية مساء الخير لك ولضيوفك الكرام ولجميع المستمعين والمشاهدين. حقيقة قبل أن أجيب على هذا السؤال أريد أن أضع بعض النقاط المهمة للحوار. يعني أولا، مدينة الطارمية لم يستطع تنظيم الدولة في عام 2014 من الدخول إلى هذه المدينة،
وهذه القضية تبطل ما يسوقه الآن الكثير من السياسيين المحسوبين على الميليشيات المسلحة بأن هذه المدينة هي مدينة منبع الإرهاب أو غدة سرطانية وما إلى ذلك من أمور. يضاف إلى ذلك بأنه هذه المدينة تسيطر عليها القوات الأمنية بشكل كبير جدا، وخلال الفترة الماضية كانت هناك سيطرة لميليشيات الحشد الشعبي على هذه المدينة بشكل كبير، وبالتالي عندما يكون هناك خرق أمني أو خرق عسكري لا يمكن أن نلقي اللوم على أهالي منطقة الطارمية وإنما على القوات الأمنية التي تمسك هذه المنطقة. يضاف إلى ذلك بأن هذه المدينة وما يجري فيها من حملات إعلامية لغرض جعلها نسخة مستنسخة من جرف الصخر هي ليست وليدة الساعة، وإنما هي تجري ضمن مخطط مدروس تقوم به الأحزاب السياسية الطائفية والميليشيات المسلحة التابعة لإيران منذ زمن بعيد. والدليل على هذا بأن الكثير من المناطق التي تم السيطرة عليها من قبل هذه الميليشيات بعد عام 2014 وإخراج تنظيم الدولة لم تعود الناس إلى هذه المناطق، يعني الذين نزحوا من هذه المناطق لم يستطيعوا العودة إلى منازلهم، من ضمنها جرف الصخر، من ضمنها الكثير من المناطق في يثرب وكثير من المناطق أخرى في العوجة ومناطق أخرى في ديالة، وهذا المسلسل يجري ضمن مخطط مدروس من قبل الميليشيات الطائفية وبإيحاء وتوجيه من قبل إيران. أما إذا جئنا على مدينة الطارمية، مدينة الطارمية هي تعتبر من المناطق المهمة في حزام بغداد، وتعتبر بوابة بغداد من الجهة الشمالية ولا تبعد إلا سوى 20 كيلومتر. هذه المدينة تتواجد فيها الكثير من المنشآت التصنيع العسكري الذي كانت موجودة في تلك المنطقة قبل عام 2003. بعد عام 2003 أصبحت كثير من المعسكرات للجيش الحكومي تتواجد في هذه المنطقة. هذه المنطقة تعتبر عقدة مواصلات في المنطقة تربط محافظة ديالة، محافظة الأنبار، يضاف إلى ذلك بأنها باتجاه محافظة صلاح الدين ووصولاً إلى مدينة الموصل، هذا الطريق يمر من بغداد وصولاً إلى الطارمية بامتدادها إلى وصولاً إلى الموصل، طبعاً يمر بمحافظة صلاح الدين وما إلى ذلك. يضاف إلى هذا كله بأن هذه المدينة تقع على نهر دجلة، وهذه المدينة تعتبر سلة بغداد الغذائية لأن تتواجد فيها الكثير من البساتين وحقول الدواجن وحقول الأسماك وحقول الأبقار وما إلى ذلك من زراعة ونخيل وأعناب وما إلى ذلك، وبالتالي تعتبر هذه المنطقة هي منطقة زراعية بامتياز. ما يجري اليوم في مدينة الطارمية هو أنا مثل ما تتقدم بأنه هو مسلسل للسيطرة على هذه المدينة وإخراج أهلها وبالتالي إجراء التغيير الديموغرافي كما تدعي بعض الميليشيات وبعض السياسيين. لذلك هم يحاولون الآن أن يوظفون هذه الهجمات التي طالت القوات الحكومية في هذه المنطقة على اعتبار بأن الخرق جاء من أهالي المدينة، علماً بأن الخرق الأمني تحاسب عليه القوات الأمنية المتواجدة في المنطقة، ولكن هم دائماً يحاولون أن يوظفون هذه الهجمات لغرض تحقيق مصالحهم وأهدافهم في المنطقة، وهذا ما يجري في مدينة الطارمية وحتى في مناطق أخرى، يعني سواء كان في الخالص ما جرى يوم أمس وكذلك في محافظة ديالى وكثير من المحافظات العراقية الأخرى. نعم أستاذ عبد القادر، الخرق الأمني الذي حصل عندما تتهم قيادات ميليشياوية أهالي قضاء الطارمية بارتكاب هذا الخرق الأمني، يا ترى من وجهة نظرك ما هي الأهداف والدوافع دائما لاتهام الأهالي بضرب قوات الجيش؟ أسعد الله مساءك ومساء مشاهديكم الكرام وضيوفك الأكارم. حياك الله. بات معلوما أن الأهداف الأساسية التي تسعى إليها السلطات الحكومية بميليشياتها وبمشروع إيران الكبير في العراق وهو التغيير الديموغرافي، ولذلك اتهام الأهالي مباشرة بمسؤوليتهم عن هذه الخروقات الأمنية يقابلهم أنهم لا يسمحون للأهالي بالتواجد أو تمثيل أبنائهم في الأجهزة الأمنية، وبالتالي هذا التهميش والإقصاء لأهالي الطارمية الذي يبلغ عددهم أكثر من 400,000 نسمة ولا يوجد لديهم أي مراكز أمنية تحمل قضاء أو يمكن أنهم هم الأساس في قيادة القرار الأمني داخل قضاء الطارمية، إنما سلطات أمنية تفرض عليهم الهتاوات وتفرض الإجراءات التعسفية من مداهمات واعتقالات وابتزاز وتعذيب، فضلاً عن الكلمات النابية، فضلاً على أنها تحيط بهم من عدة قوات أمنية في تعدد القرارات، هناك حشد وهناك ميليشيات أعلى من الدولة ذاتها، ثم هناك جيش وهناك شرطة اتحادية وهناك شرطة محلية تابعة لبغداد،
فضلا على انه حقيقه هذا التكوين كله الغير متناسق، لا توجد هناك من يتحكم به، وبالتالي الاهالي يعانون من كل هذه القوات الموجوده في الطارميه، وعندما تحدث خروقات امنيه يتم تحميل المواطن الذي لا يمتلك في بيته ما يدافع عن نفسه، علما ان الطارميه دفعت يعني اثمان باهظه من الدماء الطاهره التي سالت منذ 2003 الى يومنا هذا، وبالتالي هؤلاء الالاف الذين قتلوا في الطارميه كان اغلبهم على يد الميليشيات ومنهم على يد الارهاب. لذلك عندما يتم تحميل المواطنين هو يراد ان تكون هناك قضيه ضد الطارميه، ولذلك بالمباشر حدث التفجير او الخرق الامني، ثم خرج احدهم مسؤول او ميليشيات حزب الله العراقيه ليقول انه ينبغي ان نستنسخ تجربه جرف الصخر. هل تعتقد ان هذا الخرق الامني هو مفتعل استاذ عبد القادر؟ يعني الى هذه اللحظه لا توجد ادله على ان الخرق الامني فعلا هو خرق امني معلوم. هم قالوا حزاما ناصبا او تفجير انتحاري كما يدعون. طيب ما هويه هذا الانتحاري؟ لماذا لم يتم تحليل الدي ان اي؟ اشلاء هذا الانتحاري كيف خرج؟ لم يتم تصوير القضيه معتمه فقط خبرا اعلاميا، وبالتالي هناك اصابات. اذا عدنا بالذاكره قليلا لوجدنا ان هناك عبوات ناسفه انفجرت من الحشد باتجاه الجيش من اجل حقيقه اخراج الجيش من قضاء الطارميه والاستيلاء على الطارميه من قبل الحشد، لان هناك اطماع في بساتينهم وفي احواض الاسماء، وهذه الاطماع باتت معلومه للجميع بانهم يريدون الاستحواذ عليها من اجل السيطره عليها وبالتالي استملاكها لتكون لهم تدر اموالا لهم. فضلا على ان هناك جانبا خفيا مهما، المناطق التي يحيط بها الانهار، جرف الصخر، الطارميه، القائم غرب الانبار، في الموصل، في بعض المناطق العوجه، في مناطق قريبه على الانهار، هذه يراد من خلالها العمل على زراعه المخدرات. وبالتالي يراد من خلالها ايضا انتعاش تجاره جديده هو كان يقودها وبالتالي اسسها ايضا في العراق الحرس الثوري الايراني الذي يعتاش على تجاره المخدرات في المنطقه، وبالتالي لما اخذنا جوله في المنطقه لوجدنا ان دول الخليج تعاني من من؟ من الحبوب المخدره التي تهربها ميليشيات حزب الله اللبناني. إذن المحور الذي يرتبط بايران كله يتاجر بالمخدرات. فلذلك اقول لك انه اهل الطارميه هم اهالي كرام، واهل الطارميه هم اساس امن بغداد، وهم مكون رئيسي من مكونات بغداد الاساسيه والاصليه والغير طارئه، وبالتالي عندما يتم التغيير الديموغرافي في تحميل الاهالي حتى يتم استكمال استبدال اهالي بغداد الحقيقيين باناس هجينين لا علاقه لهم ببغداد، وهذا الذي يجري حقيقه من استهداف الطارميه، وبالتالي الاصوات ترتفع الميليشياويه المرتبطه بايران باستنساخ جريمه العصر وهي جرف الصخر، وبالتالي هذه الجريمه يراد ان تكون موجوده في الطارميه، والا لو كان هناك قانونا هذه الدعوات التي رفعت وكتبت واعلن باسمائهم الصريحه من الميليشيات لا وضعوها تحت قانون الارهاب ولا اعتقلوا اصحابها، لماذا؟ لو كان غيرهم يتكلم بهكذا إطار إرهابي ويدعو إلى القيادة الجماعية لصدرت بحقهم مذكرة أربع إرهاب، لماذا هؤلاء لم يصدر بحقهم مذكرة أربع إرهاب؟ وهو قانون العملية السياسية الحالية. هذا قانون إذا ما أخذنا أربع إرهاب فهو محتوى هابط. نعم أستاذ عبد القادر، لم يتم اعتقال هذا المحتوى الهابط. من هذه النقطة دعني أنطلق أستاذ عبد القادر النايل إلى الأستاذ وليد. أستاذ وليد دكتور، يعني لماذا هذه الازدواجية باستخدام، يعني يصح أن نقول استخدام القانون، يتم توجيه الاتهامات لأهالي قضاء الطارمية دونا عن باقي المدن في العراق لنكون أكثر وضوحا، يعني بشكل طائفي وبدوافع طائفية، وخاصة أن الميليشيات التي تطلق هذه الدعوات التحريضية للتجريف والاعتقالات و استبدال أناس مكان أناس آخرين تنطلق من ميليشيات طائفية ضد أهالي قضاء الطارمية، هذا القضاء الذي يعتبر عمود فقري اقتصادي زراعي للعراق، معرضون أهالي الطارمية معرضين للتهميش
والإقصاء والإتاوات وإلى الاعتقالات التعسفية وإلى التغييب القسري، ما تداعيات ذلك على الواقع العراقي؟ أولا تحياتي لك مرة أخرى للأستاذ العزيز والأساتذة الأفاضل ضيوفك الكرام ولمشاهديك الأحبة. حياك الله دكتور. أولا احنا خلي نعتمد عدة محاور دقيقة، لأن هذا موضوع دقيق، هذا موضوع هو ليس وليد الصدفة، هذا نتاج منظومة حاكمة مشوهة. احنا ليش يعني مشكلة العراق هي المنظومة الحكم المشوهة. هذه المنظومة للأسف الشديد لا تمثل تمثيلا شرعيا للشعب العراقي. هسه لو نجي مثلا من ناحية الانتخابات اللي يدعوها هم، اولا هذه الحكومة جاءت يعني بعملية مشوهة جدا اللي شكلت من خلالها، يعني لا تمثل اولا هي الانتخابات كانت أقلية اللي راحت الانتخابات، وبعدين عرفنا انه أقلية الأقلية اللي هي التي سيطرت على مصدر القرار في العراق. وأنا طبعا لدي أمامي تقرير خطير جدا، هذا التقرير صادر من جنيف International Center for Justice، معهد جنيف للدراسات القانونية أو مركز جنيف للعدالة أو الدراسات القانونية. هذا التقرير من عام 2016 ويحذر من تصاعد خطر الميليشيات، بل ويسميها الوجه المخفي للإرهاب في العراق. ليش؟ لأنه أولا احنا نعرف هذه الميليشيات، يعني حتى التقرير يخلص شوف من عملية 2016، هذا التقرير يحذر من تصاعد عمليات انتقامية من المناطق السنية. هذه أساسا، لأنه وين تشوه المنظومة الحاكمة؟ تشوه المنظومة الحاكمة أنها تكاد تكون مسيطر عليها بالكامل، يعني قرارها بالكامل تأخذها من خارج الحدود، هذا أولا. مسيطر عليها من قبل تنظيم عسكري موازي لقوى ما يسمى بقوى العنف الشرعي. في أي دولة قوى العنف الشرعي تكون مختصرة بيد الدولة. العراق من الدول القليلة التي قوى العنف الشرعي، ونقصد بها وزارة الدفاع، الجيش، قوات الأمن، قوى العنف الشرعي في العراق مهلهلة ومنتشرة بين ميليشيات موازية لنظام الدولة من ناحية القوة ومن ناحية التمويل ومن ناحية اتخاذ القرار. أهمية الطارمية، يعني هذه الأكذوبة اللي هم يتكلموها، هو من الذي صد داعش؟ من هو حزام بغداد أو ما سمي في حينها حزام الصمود؟ أليس هي الطارمية وما جاورها؟ ألم يقوم أهالي الطارمية الكرام بصد داعش من إسقاط الحكم في بغداد؟ لماذا تزييف الحقائق ولتاريخ ليس بعيد؟ عشنا هذا التاريخ، لم يمضى على هذا التاريخ أكثر من 8 سنوات. فهذه الاتهامات أخي العزيز هذه إلى أبعاد خطيرة. أولا هذه تثبت وتوطد مفهوم أن هذه المنظومة لا تمثل الشعب العراقي، هذه المنظومة لا تمثل لا تطلعات الشعب العراقي ولا تحافظ على مكتسبات الشعب العراقي، بل ولن تستطيع وستؤدي إلى عملية تشظي أفقي وعمودي في النسيج الاجتماعي للشعب العراقي. وهذا ما للأسف الشديد هذا ما يعملون عليه كلما هذا الشعب التحم من جديد، يحاولون يعني إشعال جذوة فتنة طائفية جديدة لأنهم يعتاشون على الفتنة الطائفية. إضافة إلى ذلك هنالك حصار دولي بقيادة أمريكا مطبق على هذه المنظومة. احنا ما نريد نبرر أمريكا، أمريكا هي اللي جابت هؤلاء، لكن الظروف الدولية طلبت أنه أمريكا تضغط عليهم وعلى أسيادهم من ناحية الدولار. هذا سبب مشاكل متضخمة بصورة مضطردة يوميا في الشارع العراقي. عادة الهروب من هذه المشاكل يتم يحسبونهم ويحتسبون أنه أسهل عملية هروب هو أطفاء نار الطائفية من جديد. ولذلك يعني ما معنى هذا اللي جاي يقومون به حاليا؟ هذا من فمك ودينك، أنت دا تقول أنه أكون خروقات، لعدين انت صار لك 5 سنوات الجاي تسوي 6 سنوات. يتساءل الكثير من العراقيين، وماذا ينتج نظام المحاصصة سوى هذه التحريضات أو العمليات التحريضية وصناعة الأعداء من الداخل العراقي؟ اسمحوا لي ضيوف الكرام مشاهدي الكرام نشاهد سويا هذا التقرير عن عمليات ودعوات تحريضية ضد أهالي قضاء الطارمية بمبرر الخرق الأمني الذي حصل
قبل أيام. مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على دعوات تحريضية لتجريف بساتين قضاء الطارمية شمالية بغداد وجعله نسخة من جرف الصخر. نتساءل لماذا في هذا التوقيت منذ نحو 20 سنة من بعد الاحتلال؟ أستاذ حاتم، ما يجري في قضاء الطارمية نسمع به في عدة أمكنة في العراق حصل فيها تركيز على موضوع الطائفية، مثلا جرف الصخر، النخيب، الطارمية، لماذا في هذا التوقيت تتصاعد هذه الدعوات التحريضية لتجريف بساتين الطارمية واتهام أهالي الطارمية الذي ليس هو بالجديد بارتكاب عمليات قتل ضد قوات الجيش؟ نعم، إذا جئنا إلى السياسات الحكومية في التعامل مع مدينة الطارمية بعد عام 2003 وصولا إلى 2023، نجد بأن السياسات التي انتهجتها جميع الحكومات هي سياسات طائفية بامتياز. نعم. في عام 2023 تم الاتفاق على تشكيل حكومة السوداني. هذه الحكومة جاءت بتوافقات ما بين الكتل السياسية سواء السنية والكردية والشيعية، وبالتالي هناك صفقات أبرمت ما بين هذه الكتل السياسية واتفاقات يجب أن تنفذ من قبل الحكومة وأتباعها سواء كانت ميليشيات مسلحة أو أحزاب سياسية. من ضمن هذه الاتفاقات بأنه المناطق السنية يجب خروج ميليشيات الحشد الشعبي من هذه المناطق، وبالتالي يجب أن يكون هناك عدو افتراضي من قبل هذه الميليشيات لكي تقول بأن الأمر غير مستقر، ويجب أن تبقى هذه الميليشيات لغرض فرض الأمن والاستقرار في هذه المناطق. وإلا إذا جئنا إلى مدينة الطارمية حصرا، يعني تجد بأن هناك أعداد كبيرة جدا من القوات الحكومية، يعني هناك نصب كاميرات حرارية، هناك مداخل ومخارج محددة للدخول إلى المدينة والخروج منها، هناك تدقيق أمني شمل الجميع بحيث حتى الذي يأتي إلى المدينة يجب أن يخبر السلطات القريبة منا بأن هناك ضيف سيبقى في البيت لعدة أيام، هناك تدقيق أمني كبير جدا في المنطقة. طيب، إذا جئنا إلى الحوادث التي حصلت في الفترة الماضية، يعني في عام 2022 تم قتل آمر لواء 59، وآمر لواء 59 عندما تنقل بقوة عسكرية تتكون أكثر من 17 همر وقوة قتالية تصل إلى أكثر من 100 جندي، وتم قنص آمر اللواء. من الذي يمتلك هذه المعدات؟ وكيف دخلت هذه الأسلحة إلى المدينة؟ وكيف تم استمكان آمر اللواء في ذلك اليوم؟ إذن نحن نتكلم حقيقة عن مخطط تقوم هذه الميليشيات بتنفيذه في هذه المناطق. يعني هم من ضمن الأيديولوجية التي تتبع هذه الميليشيات بأن مدينة الطارمية تقع على طريق سامراء،
وبالتالي يجب الوصول أو يجب السيطرة على هذا الطريق لغرض الوصول إلى المراقد في سامراء. لذلك هم يقومون الآن بجميع الأعمال من ضمنها الاعتقالات الكيدية، الاعتقالات التعسفية، عملية المخبر السري، يقومون بالاعتقال العشوائي، يقومون بجميع السياسات لغرض إجبار أهالي هذه المنطقة على الخروج من المدينة أو بيع ممتلكاتهم إلى ميليشيات الحشد الشعبي. وهذه السياسة ليست في الطارمية فقط، وإنما في كثير من المناطق. يعني حتى في مدينة الرضوانية في الفترة الماضية حكومة الكاظمي تبنت مسألة بناء عاصمة إدارية لمدينة بغداد، فتم تهجير الكثير من أهالي السنة من تلك المناطق. إذن هي سياسة حكومية طائفية بامتياز تمارس على حزام بغداد، بدءا من جرف الصخر إلى مدينة الرضوانية إلى مدينة أبو غريب وصولا إلى مدينة الطارمية. وهذه تأتي ضمن سياسة متبعة من قبل ميليشيات الحشد الشعبي. الآن كثير من هذه الميليشيات ترفض الخروج من المناطق السنية. كيف ستقوم حكومة السوداني بإجبار هذه الميليشيات على الخروج من هذه المناطق؟ يضاف إلى ذلك إذا جئنا إلى حادثة أمس في الخالص في مدينة ديالة، يعني تتوصل إلى نتيجة بأن الحكومة فاقدة لقرارها السياسي وقرارها الأمني، بل هو استهتار من قبل هذه الميليشيات بجميع مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والقضائية. وإلا القوات الأمنية المتواجدة في المنطقة كيف سمحت للمسلحين بالتنقل وارتكاب هذه المجزرة وهم يقفون يتفرجون على ما يجري في المنطقة؟ إذن نحن نتكلم عن ميليشيات تعمل خارج إطار الدولة فوق السلطة والقانون وتنفذ أجندة خارجية، وليس هناك سلطات رادعة. والدليل على هذا بأنه لم يقدم أحد طوال الفترة الماضية بجميع الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات في مناطق أهل السنة، سواء كانت في ديالة أو في صلاح الدين أو في الموصل أو في الأنبار. جميع الجرائم التي ارتكبت في هذه المناطق لم يقدم أحد من الميليشيات، حتى الذي تقدم من الميليشيات وتم الحكم عليه بالإعدام بعد 5 سنوات تم إطلاق سراحه. إذن نحن نتكلم عن منظومة قضائية مهترية وفاقدة لقرارها، ومنظومة عسكرية غير قادرة على ردع هذه الميليشيات، ومنظومة سياسية تابعة وتنفذ أجندة هذه الميليشيات بإيحاء من إيران. نعم أستاذ عبد القادر، هل ستستمر هذه الحالة في العراق؟ موقف القضاء مما يجري، قوات الجيش التي لا تستطيع مواجهة الميليشيات في العراق، هل يسير العراق الآن إلى استكمال مشروع التغيير الديموغرافي وفق هذه المعطيات؟ هذه الحالة للأسف الشديد هي باقية ما دام العملية السياسية الحالية هي التي تتحكم بإرادة العراق سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وبالتالي هي تشرعن جميع المخالفات القانونية، وهنا أقصد القضاء الحالي، لأنه أثبت أنه قضاء حكوميا وليس قضاء يشمل المؤسسات القانونية. وبالتالي عملية الاستحواذ الكامل على مؤسسات السلطة من قبل الإطار التنسيقي سيعزز بقاء هذه الحالة الشاذة في كل دول العالم، وحتى الشاذة على المجتمع العراقي، بأن تكون هناك ميليشيات مسلحة حقيقة لا يرتوون من دماء العراقيين ولا يتراجعون عن سرقة أموال العراقيين، وبالتالي يحاولون العبث حتى بالوحدة الاجتماعية بين مكونات الشعب العراقي بالعزم على الطائفية، وبالتالي هم يديرون أسوأ إدارة تبعية لدولة ومؤسسات العراق إلى إيران. فبالتالي لا يمكن أن تكون هناك بارقة أمل إلا بحكومة جديدة أو نظام سياسي عادل يمكن أن يؤسس لقوانين ولدولة المؤسسات. ولذلك حقيقة أنا أقول لك، لأن القضاء كان يفترض عليه الآن أن يصدر أوامر قبض بحق الذين يدعون إلى الإبادة الجماعية وإلى التطهير العرقي والطائفي، وهو مدان في القانون العراقي الحالي وفي القانون الدولي. وبالتالي عندما يصمت المدعي العام عن هكذا إجراءات واقعية وفاعلة وواضحة تماما، هذا يعزز حقيقة من بقاء الحالة وضعف هذا القضاء، وضعف أن يكون هناك متكأ للعراقيين ولو بنسبة 50%. طبعا يرافقه بالتأكيد صمت السياسيين الذين يبيعون القضية، وهنا أقصد المحسوبين على المكون السني زورا وبهتانا. فلو كان هؤلاء لديهم ذرة من ضمير لقدموا دعاوى رسمية
وأخذوا هذه التصريحات الذي نشرت على حساباتهم الرسمية، وهي تدعو إلى الإبادة الجماعية وإلى التطهير العرقي وإلى القتل وإلى الإرهاب بحد ذاته، وتوجهوا ليحرجوا القضاء بذلك. رأيناهم حقيقة يستأسدون فيما بينهم على تسليم مذكرات لتصريحات بعض الأطراف السياسية على بعض، ويقدمون فيهم إلى مجلس القضاء لينالوا مذكرات قبض. بينما عندما يتعلق الأمر بالمواطنين وبالإرهاب لقضاء كامل، فإن هؤلاء يصمتون ويخرسون تماما. لذلك حقيقة الواقع مأساوي في العراق، والناس لا تأمن على منازلهم ولا على بيوتهم، وبالتالي حتى الذي يسكن داخل بيته هو لا يستطيع أن يؤمن أو أن يأمن على أبنائه أو على زوجته أو على حتى نفسه، لأن المداهمات مستمرة ولأن الاعتقالات في تطالهم في أي دقيقة، وبالتالي هم يتحدثون عن ذلك بشكل صريح وواضح. دكتور وليد، فيما يخص موضوع استمرار انفلات السلاح، الفوضى الأمنية في العراق، تسيد الميليشيات المشهد في العراق، كل ذلك يصب في خانة عسكرة المجتمع. هذه أو هذا الأسلوب ليس بجديد. عسكرة المجتمع، صناعة الأعداء من داخل المجتمع، الإيهام بأن للعراقي في الطرف المقابل له عدو يريد قتله والتخلص منه، من المستفيد من هذا الأمر؟ طبعا أشكرك على هذا السؤال المهم، لأن هذا يرجعنا على نوعية وشكل الحكم في العراق الذي للأسف الشديد تم توارثه من الحقب السابقة، حقب الإمبراطوريات الدينية خلينا نسميها. وهذا مبني على عدة محاور. المحور الأول اللي هو طبعا النظام الشمولي، وهو أنه دائما ما يوجد عدو محيط بيك فلازم تكون أنت مستعد دائما. ثانيا أي معارض، يعني هو هاي مشكلة، احنا مشكلة الحركات الراديكالية، الحركات الراديكالية أؤكد على هذا، أضع خطين سواء الإسلامية وغير الإسلامية، دائما تعتمد على مبدأ إقصاء والقضاء على المخالف. فكيف يتم القضاء على المخالف؟ وهي تهم الخيانة الجاهزة، أما ببيع أراضي لصالح أجنبي أو التعاون مع الأجنبي أو استعداء الأجنبي على البلد. وهذا ما هو للأسف يعني اللي جاي يجري بالعراق حاليا، لكن جاي يجري وفق الأسس العقائدية التي بنيت عليها نظرية ولاية الفقيه. لا يكذبون علينا ويقولون أنهم أصبحوا أكثر مدنية من الذي جلبهم من الأمريكان. هؤلاء لا يزالون يتغذون على المبادئ العقائدية لولاية الفقيه، وهو إقصاء الطرف المخالف، القضاء على الطرف المخالف. الكل يجب أن يخضع لما يسمى بظل الله على الأرض، وهو الولي الفقيه. وهذا للأسف الشديد طبعا يعني يمكن الكثير ما منتبه للقضية، لكن احنا في بحثنا التاريخي نجد ان هذه الى امتداداتها من ايام اسماعيل الصفوي الذي اسس بهذه المبادئ الثلاثة، وهو الحق الالهي للملك او ما يسمى بخليفة الله في الارض، وهو الولي الفقيه، وممثل الامام الغائب الذي يجب اطاعته اطاعة مطلقة. وهذا هو ما جاي يحصل في العراق اخي العزيز، هم جاي يعتمدون على هذه المبادئ لاقصاء كل مخالف لهم. إذن الأسلوب الطائفي، التحريضات الطائفية، يعني كنا نسمع من المالكي رئيس الوزراء السابق يتحدث بأنه نحن أتباع الحسين وهؤلاء الطرف الآخر هم أتباع يزيد، وبالتالي يحرض على الفتنة الطائفية، وهذا أمر يعني مشاهد على شاشات الإعلام بشكل واضح. حتى التفجيرات التي حصلت، هناك من المسؤولين الأمريكيين في عام 2006 قالوا بأن التفجيرات هي بفعل إيران، الغاية منها هي الوصول إلى مكاسب معينة في العراق. يا ترى هذا الأسلوب هل تتوقع أنه يستمر من أجل يعني الحفاظ على المكاسب الإيرانية، وخاصة في الأماكن الاستراتيجية التي تعتبر عمود فقري اقتصادي للعراق؟ أستاذ حاتم. نعم، حقيقة دعني أقول بأن العراق الآن يحكم من قبل مراكز قوى متعددة. نعم. مراكز القوى المتعددة لديها إمكانيات مسلحة، لديها إمكانيات مالية أصبحت واقتصادية،
ولديها نفوذ سياسي من ضمن الحكومة في بغداد، وبالتالي أصبح هناك غطاء سياسي لعمل هذه الميليشيات المسلحة. إضاف إلى ذلك، يعني عندما نأتي الآن إلى مدينة الطارمية، مدينة الطارمية من المعروف بأنها منطقة زراعية، عندما تقوم بتجريف المزارع النخيل وحقول الأسماك وحقول الدواجن، طيب هؤلاء هم يعتمدون على مسألة الزراعة بشكل كبير جدا لمعيشتهم اليومية، عندما تقوم أنت بتجريف جميع هذه الأشياء، هذا هؤلاء أنت يعني تجبرهم على الخروج من المدينة باتباع سياسات طائفية ومنهجية في هذه القضية. يضاف إلى ذلك عندما تكون هناك تهم كيدية جاهزة لإلقاء القبض على أي شخص وإحالته إلى التحقيق، إذن أنت الخيارات التي تجعلها أمام هؤلاء الناس إما أن تبقى تحت طائلة التعذيب والاعتقال العشوائي والمساءلة القانونية، وإما عليك أن تترك هذه المدينة وتبيع هذه الأراضي إلى جهات هم يريدونها. إذن نحن نتكلم عن مخطط يعني استخدام الترغيب والترهيب. يعني إذا جينا للعمليات العسكرية، العمليات العسكرية التي نفذت في مدينة الطارمية أكثر من 20 عملية عسكرية، 5 عمليات عسكرية بس في عام 2019، يعني في عام 2012 عندما كان مؤتمر القمة في بغداد في شهر آذار مارس، شنت حكومة المالكي حملة اعتقالات سميت بالاعتقالات الاحترازية، كانت مدينة الطارمية أحد هذه المناطق. جميع الذين تم اعتقالهم لحد هذه اللحظة، الكثير من مصير هؤلاء لا يعرف لحد الآن. في عام 2017 كانت هناك عملية السيل الجارف، شنتها عمليات بغداد. في عملية 2019 كانت هناك عمليات إرادة النصر. في عملية 2022 كانت هناك عملية السيادة. يعني هناك عمليات عسكرية الواحدة تعقب الأخرى من قبل القوات الحكومية وميليشيات الحشد الشعبي. طيب عندما يكون هناك خرق أمني، يعني إذا كل مدينة إحنا يصير فيها خرق أمني، يتم تجريف بساتينها وإخراج أهلها، إذن لن تبقى لدينا منطقة في العراق على هالكلام هذا. يعني في المناطق الجنوبية الآن في الناصرية وفي العمارة وفي البصرة هناك مشاكل عشائرية تصل إلى استخدام السلاح الثقيل ما بين العشائر. لماذا لا يتم إخراج هؤلاء العشائر على غرار ما يجري في الطارمية وفي جرف الصخر وفي مناطق أخرى؟ نحن نتكلم عن سياسة مزدوجة من قبل هذه السلطة الطائفية في التعامل مع الأحداث في العراق. يضاف إلى ذلك أن عمليات القتل التي تجري هي عمليات قتل لجريمة منظمة وليس عمليات اعتباطية، ما يجري الآن في الخالص وما يجري وما جرى في ديالة في الفترة الماضية وما يجري في مناطق صلاح الدين والكثير من المناطق السنية، لأنه في المعادلة الطرف الأضعف الآن هم أهل السنة بسبب ضعف الطبقة السياسية في مسألة المطالبة بحقوق هذه المناطق، وبالتالي أصبحت هذه الميليشيات تعوث في الأرض فسادا بلا حسيب ولا رقيب، ويتحمل المسؤولية المباشرة عن جميع هذه الجرائم هو القائد العام للقوات المسلحة، إضاف إلى ذلك مسؤول هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وتتحملها السلطة القضائية في العراق. هذه الجرائم، جميع هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وجميع هؤلاء هم معرضون للمساءلة القانونية اليوم أو غدا. نعم أستاذ عبد القادر، يعني كثير من المحللين يصفون ما يجري في العراق أو يصفون العراق عموما بأنه حلبة للصراع ما بين أمريكا وما بين إيران. إذا كان المشروع الطائفي يجري في العراق لمصلحة إيرانية، يا ترى كيف يعني تتقارب المصلحة الأمريكية والإيرانية في جعل العراق عبارة عن كانتونات وعمليات تغييب قسري وتهجير طائفي وتغيير ديموغرافي؟ أولا دعني أقول لك أن الولايات المتحدة الأمريكية هذا هو ديدنها منذ عام 2003 أو منذ عام تشكيل مجلس الحكم، هي التي دفعت بأن تكون العملية السياسية على أسس طائفية وعرقية، بالتالي من أجل أن تكون هناك مشاكل حقيقية في ترسيم الحدود، وكاننا نعيش في دول أخرى. لذلك حقيقة هذه المسألة تتعلق بكثير من الجوانب التي ينبغي التركيز عليها. أولا ادعاءات هذه الأحزاب بأنهم يريدون وحدة المجتمع العراقي وأنهم يبحثون عن وحدة طائفية، وبالتالي هم يمارسونها بشكل قبيح، لا أجد تفسيرا إلا لهذه العبارة لأفعالهم الدنيئة باتجاه استهداف الناس على أسس طائفية وعرقية. وبالتالي معلوم تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية لو تريد أو جادة في عملية إيقاف هكذا إجراءات تعسفية بحق الناس وبحق الأهالي والمواطنين الأبرياء،
لفعلت معثة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الذي يدين بقراراته المتفق عليها بأن التعامل على أسس طائفي ومذهبي من قبل السلطات أو أجهزة الأمنية يعتبر جريمة ضد الإنسانية وهي أحد أركان جرائم الحرب لأنها تطهير عرقي وطائفي. لكن للأسف الشديد الكل يتواطأ ما دام المستهدف معلوم، ما دام هذا المستهدف هو الذي قاوم الاحتلال ومشروعه، وما دام هذا المستهدف هو المادة التي يمكن أن تصد إيران عن مشاريعها التوسعية في المنطقة، وما دام هذا المكون حقيقة يمثل عمق وحدة العراق من حيث تعاطفهم مع جميع المكونات، فهم لا زالوا يستهدفونه بهذا الإطار بشكل واسع وصريح. وبالتالي ما يحدث الآن في الطارمية لدليل كبير تماما على سوء النوايا وعلى عمليات التدبير والكيد للأهالي. إذا ما بال الذين يعيشون في داخل المدن من اعتقالات ومن إرهاب؟ ما بال هؤلاء الذي لو تسمع قصص بالعشرات أجبروا على بيع منازلهم بأثمان بخسة وأخذوا أموالهم ومنازلهم وطردهم خارج العراق؟ شخصيا استمعت إلى عشرات القصص من بغداد، من سكان بغداد الأصليين، كيف تقتل هذه الميليشيات أبناءهم ثم تساومهم على منازلهم وبالتالي ثم تجبرهم على بيعها بأثمان بخسة، وبالتالي يغادرون العراق وهم يبكون. الكل يتفرج عليهم والكل يتآمر على القضية، وهذه القضية ليست يعني وليدة الشخص أو الشخصين أو الثلاثة، هي بأعداد كبيرة. يعني اليوم عندما نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية هي على يعني جناح خاص من أجنحة النصارى. من الذي هجر المسيحيين في بغداد وهم مكون أصيل؟ نتكلم عن عشرات الآلاف، نتكلم عن آلاف العقارات سواء المنازل أو العقارات التجارية. وبالتالي عندما تجد أن هذا الفاعل الدولي الذي جاء أصلا بحرب على العراق وادعى أنها حرب مقدسة صليبية هو يضحي بحقيقة العراقيين الذين يسكنون وهم من المكون المسيحي في بغداد، وتستولى هذه الميليشيات التي يدعمها إلى هذه اللحظة لأنه وجد أن هذه الجريمة المنظمة تفعل بهذه الجزمة ليستخدمها على العراقيين. وهؤلاء حقيقة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة من حيث القتل والتهجير ومن حيث ما يجري الآن من استهدافات كبيرة. نعم سيد دكتور وليد، بالانتقال إليك، مشروع التغيير الديموغرافي في حلقات متواصلة ومستمرة، يا ترى نحن خلال هذه المرحلة وصلنا إلى الدعوات التحريضية يعني هم يصفون قضاء الطارمية بالغدة السرطانية والتي لابد من استئصالها، ويصفونه أيضا هو معقل للإرهاب. عند وصولنا إلى هذه الحلقة هل اكتمل مشروع التغيير الديموغرافي أم أن هناك حلقات مقبلة؟ طبعا هذا مسلسل سيتواصل اخي العزيز اذا لم يكن هنالك رادع. يعني احنا خلينا ننظر للعراق من منظور دولي. انا من خلال يعني هذا الحوار مع الضيوف الاكارم يعني اكو نقطه غابت، انه يعني تسالت طرحت سؤال جدا مهم، ما هي المشتركات بين الولايات المتحده وايران لابقاء الحاله الطائفيه في العراق؟ اخي العزيز انا ابن المؤسسه العسكريه. منذ تأسيس العقيدة العسكرية الوطنية في العراق كان يتم تدريب الجيش العراقي على أساس أنه وجود عدوين استراتيجيين للعراق وهما إيران والكيان الإسرائيلي. فلذلك هنالك مشتركات أنه هنالك من يريد أن يبقى العراق مقسم مجزأ ضعيف مضعضع فيه عدة ثغرات للاختراق وهو الكيان الإسرائيلي والإيرانيين، لا يريدون أن يرجع كابوس العراق إليهم، لأنهم يعرفون خصوصا الإيرانيين يعرفون أن المصد لهم التاريخي على طول التاريخ، المصد ليطمعهم كان العراق وسيبقى العراق. يعني هذه ليست أول مرة يتم بها تغيير ديموغرافي في العراق الأخوة الأعزاء. ارجعوا إلى التاريخ راح تشوفون. أنا صراحة أنا رجال من عائلة شيعية، خليني أقول هالشكل، لكن أنا أريد أحكي يعني حقيقة تاريخية. العراق كان لحد القرن الثامن عشر هو ذو أغلبية سنية، أوكي؟ لكن نتيجة هذه الحملات المشابهة أيام الحكم الصفوي صارت حملات مشابهة، وطبعاً في وقتها كانت
ضعف الإمبراطورية العثمانية في وقتها أيضا أثر على الناس، فلذلك تم تغيير ديموغرافي كبير في العراق في ذلك الوقت، وإحنا حاليا في الموجة الثانية للتغيير الديموغرافي. فالقضية ليست قضية اليوم وبكرة وبعده، القضية قضية استراتيجية طويلة الأمد لأي قوة إيرانية، سواء نظام ولي الفقيه، وأنا أكاد أجزم حتى لو كان نظام آخر يمكن أم راح يفكر، لكن خطورة نظام ولي الفقيه لأنه نظام يعتمد على الأكاذيب العقائدية التي استطاع أن يخدع بها بعض المغرر بهم وبعض العملاء في نفس الوقت. نعم دكتور. فلذلك هذه القضية، هذا مسلسل لن يستمر إلا ببزوغ رادع وطني، بديل وطني قوي يضم أبناء الشعب العراقي الحقيقيين، أبناء الغيرة العراقية التي تستطيع أن تحطم جوانب هذا المسلسل البشع. نعم. شكرا دكتور. أخيرا أستاذ حاتم، الآن السلاح بيد الميليشيات، القوة بيد الميليشيات، الثروة بيد الميليشيات، هم يعني باسطين قوتهم على العراق ككل، يتحكمون ويتهمون هذا ويتهمون ذاك، القضاء بيدهم، قوات الجيش لا تستطيع أن تردعهم، كيف إلى أين يسير العراق وفق هذه المعادلة؟ حقيقة العراق يسير إلى تشرين أخرى للانقلاب والثورة ضد هذه الطغمة السياسية الحاكمة في العراق. نعم. يعني إذا جئنا في الأيام الماضية نرى بأن هناك تصريحات لأبو علي العسكري يهدد فيها المملكة العربية السعودية بعمل عسكري على غرار ما جرى بضرب شركة أرامكو في الفترة الماضية. وإذا جئنا إلى العراق في الداخل نجد بأن العراق منتهك السيادة من قبل إيران، وهناك عمليات عسكرية تجري في شمال العراق، دخول قوات إيرانية وانتهاك للأجواء العراقية من قبل إيران. يضاف إلى ذلك بأن الكثير من المنظمات الإرهابية تتواجد مثل البككة في شمال العراق، وهناك انتهاك حتى للمياه الإقليمية للعراق في جنوب العراق، ونتكلم عن فقدان للأمن في كثير من المناطق على غرار ما يجري في القتل عندما تم تسييس حتى العشائر من قبل هذه الميليشيات من خلال استخدام الأموال ومن خلال الإغراء بالسلطة، وأصبحت أدوات بيد هذه الميليشيات تقتل وتعود في الأرض فسادا. نحن نتكلم حقيقة عن مشكلة حقيقية في العراق بسبب سوء وفشل إدارة الدولة منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا، والولايات المتحدة الأمريكية هي شريك أساسي في جميع عمليات القتل التي جرت في العراق. في عام 2014 الكونغرس أصدر قرار ينظم مسألة عمليات دعم ميليشيات الحشد الشعبي على الرغم من جميع الانتهاكات التي جرت على يد هذه الميليشيات في العمليات العسكرية لاستعادة المحافظات التي خرجت عن سيطرة الدولة، وبالتالي وتقدم له الإسناد الجوي والإسناد المدفعي في عملية تدمير المناطق السنية، هم أيضا جزء من عملية تدمير وتفكيك العراق بهذه الطريقة. يعني ما يجري في العراق الآن حقيقة مشكلة حقيقية، يعني عندما يأتون إلى المناطق السنية يسألون لماذا تفقد المناطق السنية ثقتها بالقوات الأمنية، والقوات الأمنية تقف تتفرج على كيفية قتل أهل السنة وتخريب ديارهم كما جرى في نهر الإمام ومناطق كثيرة أخرى، وبالتالي يسألون لماذا تتكلمون على القوات الأمنية بهذا الأسلوب. هم ينتهجون سياسات طائفية ويحاولون إثارة المجتمع، هذه لن تبني دولة. هذه الآن حتى عندما انتفضت المناطق الجنوبية رأينا كيف جرى فيهم القتل في الناصرية وفي في في كربلاء، أهلنا في كربلاء وفي النجف وفي مناطق أخرى. إذن نحن نتكلم عن طبقة سياسية لا تفرق في مسألة القتل إذا ما وقف أحد أمام مصالحها في العراق أو أمام مصالح إيران. حتى في مسألة الدولار والمسائل الاقتصادية التي تجري على العراق الآن. شكرا جزيلا ضيفي في الاستوديو الأستاذ حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام، وشكرا جزيلا للأستاذ عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، شكرا، ونشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد بريسم الباحث السياسي المستقل ضيفي عبر سكايب، شكرا لكم ضيوفي الكرام، نشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة وإلى اللقاء.